أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز التزوج أو تزويج أصحاب البدع مثل الذين ينفون رؤية الله يوم القيامة ويقولون بخلق القرآن؟ الذين يقولون بخلق القرآن والعياذ بالله ويقولون يجحدون رؤية الله يوم القيامة لا يزوجون، هؤلاء لا يزوجون من المسلمين، لأن هذا كفر. القول بخلق القرآن كفر، ونفي رؤية الله يوم القيامة كفر، فلا يجوز أن يزوج صاحب هذا المذهب الخبيث.